مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نأكد بأنه صاحب الشوط الماضي اللي هو شاهين سعيد بن سالم بن حضيرم أيضا على الفوز والانتصار لقطع المسافة دقيقتين 29 ثانية. نسير هنا أيضا مع هذا الشوط بعد ما أيضا نهني أبو سعيد أحد المعلقين الأساتذة في عالم التعليق إذا على فوز شاهين بالشوط الماضي. نسير هنا مع حضور وتواجد الشاهنية اللي على المركز الأول، والصدارة بدت هنا. تقدم هذا الحضور لعبيد بن حمد بن سالم بو ظفيرة، بينما المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام هناك أيضا شعار بالكيلة مفنود لسي أو شعار بالقبشي، يقدم مفنود محمد بالقبشي بن سالم الاكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث مع حمد بن عبد الله بهيان، والمركز الثالث تتواجد فيه مشاهدينا الكرام الحاضر الشاهنية حليس بن راشد الاكتبي، ولكن مفنودة طارت على المقدمة، سيطرت مفنودة بالمركز الأول بهذا الشوط. ها هي مفنودة هي بطلة هذا الشوط، مفنودة تقود الصدارة، تقود المقدمة، مفنودة لسيد محمد بن قبشي بن سالم الاكتبي. وصل بن بهيان، وصل عبيد حمد بن عبد الله بهيان، اعلاج على المركز الثاني. وصلت الشاهنية حليس بن راشد بن حليس، ولكن كان الثلاثية اعلاج ومفنودة. النقطة الثانية مع حمد بن عبد الله بن بهيان، مع احد الاعلاميين، مع احد ايضا مع احد النجوم الاعلام سلام ابو حمد سلام عبد الله بن حمد بن بهيان، لك التهنئة والناموس على هذا الفوز والانتصار. سلام والتهنية لايضا الشاب الناشي المضمر حمد بن عبد الله بهيان. المركز الثاني مفنودة للسيد محمد بالقبشي بن سالم الكتبي. المركز الثالث هناك من وصلت فيه الشاهنية حليس بن راشد الكتبي، التوقيت للسيد حليس بن سهيل بن راشد، التوقيت دقيقتين 23 ثانية. تهانينا والناموس.